مواطنين بالسفر إلى خارج المملكة. بدأ من اليوم الاثنين السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة العربية السعودية، وذلك أثر بداية سريان قرار رفع تعليق السفر للمواطنين للخارج عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية. وفي السياق، أكدت وزارة الداخلية المواطنين استمرار منع السفر سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى للدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية. الدول الممنوع السفر لها إلا بموافقة وزارة الداخلية هي ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، وأيضا الهند. وأي دولة أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو أثبتت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها. وهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول مسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم. أمس وش اللي صار؟ اللي صار طال عمرك الناس كانت تنتظر في جسر الملك فهد عشان يروحوا من السعودية البحرين. طيب، وقبل ما يعني يتم بدء فتح المنافذ الساعة 1 صباحا أصدر قرار جديد، طيب، بمنع السفر لمن هو كان مسموح اللي ياخذ جرعتين من لقاح كورونا أو من لقاح كوفيد 19 أو جرعة واحدة ومضت عليه 14 يوم أو محصن متعافي وما يكون معر عليه أكثر من 6 شهور. فصدر قرار قبل ما يفتحوا المنافذ يعني ربع ساعة يمكن أو 20 دقيقة بمنع السفر من تلقى جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا، وأيضا من هم أقل من 18 سنة، هذول ممنوع يسافروا من السعودية للبحرين عبر الجسر. في هذه الأثناء طبعا في ناس كثيرة عادوا وأصبح المصرح لهم بالسفر هم المحصنين اللي أخذوا لقاحين أو خلينا نقول جرعتين من لقاح كورونا، وأيضا المتحصن المتعافي. طبعا يستثنى من هذا من لديهم تأشيرات دبلوماسية وغيرها كما ذكر في البيان السابق.